ايه الاخبار يا سوسو؟ عجبتك السندوتشات؟ انا موصل الواد يجيبها لك كل يوم الصبح. اصلي مش عايزه اقول لك حلوه اخر حاجه، اصل انا بحب العزومه قوي، لما حد بيعزمني ببقى مبسوطه جدا. عارفه احلى حاجه فيك ايه يا سوسو؟ انك ما يبانش عليكي سنك، واللي يشوفك يفتكرك لسه ما دخلتيش دنيا. بجد العز بقى، العز باين عليا. صدقيني يا سوسو انا ما بجاملكيش ولا ببعتر كلام في الجو، دي شهاده حق. انا عموما مش مندهشه خالص، انت عارف كل الناس اول ما بتشوفني بتقولي الكلام ده، بيندهشوا كده لما بيشوفوا جمالي. يا حبيبتي، وعشان كده انت صعبان عليا قوي. ما ينفعش واحده ست بالحلاوه دي كلها تعيش وحدانيه من غير جواز، اللي زيك لازم تعيش شبابها، يعني تحب وتتحب وكده. بس بصراحة مش لاقية الإنسان الراقي اللي هيستهيني يعني. بص حواليك يا سوسو، انوي بس انت وهتلاقيه. هي بصراحة النية موجودة، بس هو فين يعني؟ ادعي بس وهتلاقيه يا مسهل يا رب.